بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. الجزائري من الجزائريات لا شيء في الجزائر وفي الخارج. الزول في الهون زولي ديرني ستين جارجين دي سمور تاكل الغربة. بونجور سامي تو لي زالجيريان جارجين كي فيفون لاشين اترانجي. كيما على بالكم يا خوتي، الحادث هاد السمانة كيما نقولوا السمانة اللي فاتت هو 15 سبتمبر، هو الاحتجاجات اللي صارت في اوروبا، حتى في الله أعلم في الماريكان وكندا، يعني احتجاجات ضد لا كومباني، ضد الشركة الجزائرية للطيران، هي إيرانجيلي، خطوط الجوية الجزائرية. قال لك بلي المظاهرات هادو دومونداو الحكومة، كما خونا صالح الله يذكره على خير، خونا صالح دار انيسياتيف، هم الانيشيتيف اللي نسحقوهم احنا، احتجاجات واحتجاجات سلميه لا للعنف. كيما يقولوا لا بليبار دوموندا بلي يحلوا لي كومباني، يحلوا سكاي اوبن، يحلوا زعما الجو الجزائري، جو شركات. عندي راي اخر، راي ليس نقول انا بيرسونال معدي بلا ما كلمت انا personnellement je suis contre une société algérienne الحقيقة، لأن التجربة الجزائرية اللي صارت لنا احنا مع اير خليفة، على بالكم بلي اير خليفة هي شركة تاع البلانشيسمون دارجون تاع لي جينيرو تاع الجيريا اليومين هذا، هم الانجليز ما حبطوش، على بالهم بلي لو كان يحبط ترى له حاجة. هذه معروفة لان عنده حوايج يحترهم وما على باليش، ما خلاواش، ولا انا ما فهمتش هاد الامور ليسونسيال. شركات اجنبيه حقيقه، كيما يقولوا شركات دي كومباني بريفي كيما اير برلين، يحلوها. ايزي جيت عنده ان تراجي لندن، عنده لندن حتى للمغرب. ايزي جيت يروحوا الناس تروح ب 40 باوند 38 40، باسكو هادو ما قادرين تشوفوها في لاست مينوت، لا دينيير مينوت تاع لي فواج، وشوفوا وحسبوا نتوما. مانيش مختص في هذا الدومان كيما يقولوا، لكن هادو لي كومباني راني معاهم هادو. علاش؟ باسكو ما كان لا معرفة، وتكون اوبليغاتوار لوسبيتاليتي، لان لوسبيتاليتي تاتيري لا كليونتيل. كيما ايزي جيت عندهم زعما تشوفوا الاخر في لي باج تاعهم، قادرين تكتبوا لهذيك الشركه، ومن بعد الشركه هذيك في العام ولا كتبوا كاع الناس مليح على هذا السيد، يمدولو بريم. شوفوا هذه كومباني، حنا في الجزائر شي لو كونترا، ماشي هذاك اللي يكون اوسبيتاليي اللي يكون مليح والاخر لا لا، هذاك ما يزيدولوش، اللي يكون مشنف اللي عيط على الناس، اللي كيما يقولوا اللي يسرق، اللي يدي الجي واللحم لدارو، هذوك اللي يزيدولهم وعندهم معرفه. هذه معروفه في البلاد، هذه معروفه. ودوزام هذه لافير تاع الاخر، واسمو البابور كيما يقولوا ما عندنا ما نديرو. البابور باسكو تروح بطونوبيل، الناس تروح بطونوبيل يا خاوتي، شفناهم واش يديو معاهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نكذبش عليكم، لا اله الا الله. شوفوا غير في البورت تاع الجزائر كي خرجوا، سبحان الله، راك رايح بطونوبيل ماشي تدي العرش، تدي كاع لا 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 كيما يقولوا لا كومين هذيك تاع فرنسا ولا الانجليز ولا مع البريشان ولا الدنمارك ولا النرويج، باش تديها كاع معاك يا اخي. البابور كيما لافيون جوج باليزات، ثلاث باليزات، اربع باليزات، هذا ما الناس تدي بلوخه بالارامه، سبحان الله. وصح هادي يفو افون دو كريتيكي لوت، نشوفو روحتينا قبل ومن بعد نكريتيك. هادو الناس اللي عم يروحوا في البابور بريسيس، البابور يا خالتي شوفوهم كي يخرجوا من البور تاع الجزائر، هذا ما كان. وهذيك هذاك الدواني يشوفها هكذا، يسرق يدي
ولكن كي تدي جوج فاليزات ما عنده ما يدي، تما راك تبايكوتيه نتايا. يعني على ما تروحش، كاين ناس شفتهم يروحوا هايدا يدي دراهم معاه بر، هذا ما كان. على كاين كلش في البلاد، في الجزائر هذه هي كاين كلش، وصح كاين كلش. مخصوصة شوية الدواء، الناس اللي ما مانيش ندافع على كيما يقولوا الناس بزاف دوك يجرو سوا دي كريتيك الحكومة. أنا ضد الحكومة الجزائر، وزيد نعاودها زيد نعاودها ألف خطرة. لكن قبل ما نشوفوا الآخر نشوفوا لوحدينا. هذه تاع الآخر، كيما شفت واحد في فرنسا قال اون فا اون بور لي راجي ا كوز دو ناسيوناليزم. يا اخي انا عندي اعوذ بالله من كلمه، انا بيرسونيلمون جو ريبون وما ندافع على اي انسان، جو ريبون انا الناسيوناليزم تاعي يا خويا جيبي صراحه جيبي، لان قلت زين نعاودها ناسيوناليزم في البلاد كسر بيدير بلاد، وزين نعاودها الف خطره قلتها. بلادي هو والديك وخوتك خياتك وحبابك، هذه هي بلادك، لأن هادو من طرف الشعب الجزائري ببساطة شعب. هذه هي، ليس العالم، ليس لا كومباني الجيري، لا ليس بوتفليقة، ليس جنرال توفيق، ليس الجزار، لا هادو جاء عباد كيما انت. سي با دو ناسيوناليزم باش نحب انا الدرابو، سي با دو ناسيوناليزم. هذا الدرابو سي ان ريسبي، هذا ما كان اون ميبريزون في الدرابو، هذا سي با دو ناسيوناليزم. ولا نروح مع لا كومباني انرجي جيبنا، لا لا نروح مع جيبي نشوف واش عندي في الجيب، هذا هو الناسيوناليزم دوك بارتو. علاه نديرو احتجاجات باش ينقصونا علاش على تجيبنا؟ هذه هي سي با كوز دو لي راجي. حبينا نروحو معاها، انا بايكوتيتها عندها مده، ما نروح معاها ما نسحقها صراحه، نروح مع لي كومباني واحد اخرين، ما نروحش مع لي راجي. يتما مانيش ناسيوناليست، لا لا كيس جمهور وحديهم. الاولى لوسبيتاليتي، لو كان نقولو 300 باوند 300 باوند يستاهلوها، معليش يا سيدي يقولوا معليش. لوسبيتاليتي ما كاش الكاباير ولا غشتهم كيف يرميوهم انكرويا، يرميو سبحان الله، هذه كابا برك يرميوها. قولك ناسيوناليست، مي كي تجي شركة اترونجير ما يرميوهاش، على بالهم بلي هذيك الشركة هذيك شواكر تاعهم سيادهم هذوك، على بالهم. شوفوا يا خالتي، لا 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 هاد الشيء كاع هي با دو ناسيوناليزم. يتما كي راني نكريتيكي تما ما نحبش بلادي، لا لا اخي بلادي كيما قلت وزيد نعاودها، بلادي هي والديا خاوتي وحبابي، وهادوما هادو الثلاثه هادو من الشعب الجزائري، لان الشعب وحنا الشعب قالت لازم شويه شويه نعرفوا الحقوق تاعنا برك، ما نقدر نقولوا حنا الحقوق ما هما يديروا كذا، ما نشوفش انا الفوق نشوف لتحت، ما نشوفش انا الفوق، الفوق هذا سرق قتل دار واش ما دار، ومن بعد نشوف ندير كيما هو، لا لا شوف تحتي انت راك انت راك الحمد لله راك كدايا، والاخر كي تشوف واحد تحتك مسكين ولد تحت البون وكدايا، خلاص خلاص تحمد ربي. هذه هي، هذه واش حابين نقول لكم. والدوزيام يا خوتي على شيخنا الشيخ علي بن حاج، يا خويا الله يطول في عمرك، راجل وفحل وكيما يقولوا صح صح. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم انت اللي درتها، اي حزب جزائري ما دارها، اي حزب جزائري يهدروها يهدروا ما في الجنه، لا جبر الله لا حماس لا قاع كيف، لان هادو ابواق النظام الجزائري. زعما يقول لك المعارضه، ما كان لا معارضه لا والو، اي واحد ما دام نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام
شيخ علي بن الحاج على باله، وعلى باله باللي الناس هادوك يتبعوه، وهو على باله بالذات باللي كاين معاه تما، زعما يقول الله اكبر. شفناهم في الضربات 99 و92، الله اكبر بالحي وكلش، هما مخابرات الى اخره، يدي وهما بياعين كاع ليسونسيال. نقول لما ينصرش الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عنده ما يربح في الدنيا، لأن كما راكم تشوفوا أي بلد يدير مسيرات، إلا بلدان الخليج، شبريسيز بلدان الخليج ما عندهم ما داروا أي حاجة، لا شعب لا حكومة، ما كان والو. وواحد الحق يقول لك على يكسر، وعلى واحد الحق زعما فاهم، قال لك على جال لو فوت اللي صار في الملكة، ما كان لا فوت لا والو يا أخي، توجور هايدا توجور هايدا، لا فوت لا يحزنون، صرا هايدا. يا سبحان الله، اللي دخلوا للدين ماشي عرب، دخلوا للدين هم يحتجوا. وحنايا زدنا هايدا كمسلمين، زدنا الحمد لله. وكاع يقول لك دا كيما شفت انا لي جورنو تاع لي فرانكوفون الجيريان، ما كان والو، شغل هما معاهم. سبحان الله، هنا لان الدين هو العقيده، هو الساس تاع الدار، هو الساس تاع الدار يا خوتي. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم، ولا بروشين ان شاء الله.